السلام عليكم ورحمة الله. متتبعاتي العزيزات الغاليات، الميمات، الخوت والخواتات، اش خبركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة وناشطين. فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم غنشارك معكم العشيوة ديالي، طويجين بالكفتة ولاصوص، كيجي رائع، مذاق هائل، غادي تجربوه وتحكموا عليه. خصوصا شي مرات هكا كنكونوا عيانين وما فيناش اللي وقف في الكوزينه، وما فيناش اللي وقف على هكايا شي حاجه اللي تكون كتاخذ الوقت في الطياب، ساهل ماهل، فكاك الوحيل دغيا تيوجد. وخصوصا الا كنتو كديروا التدابير ديالكم المنزليه وكتحطوها كمثلا تتصيبوا لاصوص وتتخليوها، وفاش كتحتاجوها مثلا هكايا كتلقاوها واجده. فخليكم معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وشوفوا لي هاد الخبيزات بالسميده كيفاش جاو رائعين. ما شاركتش معكم الخبيزات لانني ديجا دائما تنشارك معكم الخبيزات، فدرت معكم اليوم هاد الفيديو خفيف ظريف وغير قصير. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم طبيعه الحال ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وشي تعليق يكون زوين ويكون محفز بحالكم. وكنقول لكم لهلا يخطيكم عليا، شكرا وشكرا وشكرا، وكلمه شكر قليله في حقكم. ندوزوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. لتحضير هذا الطاجين غادي نحتاجوا اولا الكفته. الكفته غادي تاخذوا الكفته اللي عندكم كيف ما كانت، لاصوص انا ديجا عندي هنا واجده والكل كيعرف يصايب لاصوص، وغنخلي لكم الرابط ديالها هنا. بالنسبة للتوابل عندي تحميرة، ثومة، إبزار، كركم، وقليل من الملح، قزبور ومعدنوس. هاد لاصوص خوتي خواتاتي هي اللي كنصايب دائما وتنخليها عندي في المجمد. كنلقاها هكايا شي مرات كنكون عيانة وما فيهاش اللي وقف بزاف، كنلقاها موجودة عندي زوينة فيها مكونات اللي رائعة. غنخليكم تكتشفوها في الفيديو ان شاء الله اللي غتلقاو الرابط ديالو في صندوق ديال الوصف. ضفت عليها هنايا القليل من زيت الزيتون والتوابل اللي ذكرت من قبل، وحطيتها هنايا في الطاجين باش كطيب شويه. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها عاقده وزوينه وصحيه، غادي تعجبكم وتعجبوا وليداتكم. بالنسبه هنا للكفته انا خديت الكميه اللي غادي تكفاني، وخليت واحد شويه غندير بيه واحد المسيمنات معمرين، وخليت شويه ديال القزبر ومعدنوس باش غنديرو في الطاجين في الاخر. صافي من بعد ملي كطيب هذيك لاصوص، هي ديجا طايبه غير ملي كتعاود شويه كتسخن مزيان وكتدخل فيها هذيك العطريه اللي درنا فيها. صافي غنستف هنايا هاد الكويرات ديال الكفته، طويجين ما ياخدش معاك حتى 10 دقائق وكيكون واجد. وهانتي ديبانيتي عشاك اولا الغداء، ممكن ديروه حتى في الغداء كيجي زوين بزاف. مهم انا دابا درته في العشاء، فانا تيعجبني هاد الطاجين هكايا في العشاء، اما بالسوسيس ولاصوص اولا بالكفته. مهم خوتي خواتاتي متتبعي العزاز، ما بغيتش نغبر عليكم وقلت غادي نحط معكم هاد العشيوه الخفيفه الظريفه. كيف ما كتعرفوا الا غبرنا غير نهار على اليوتيوب كيطيحوا لينا الاسهم وكتنزلنا المشاهده، وكيف ما كتعرفوا المشاهده قليله والقناه باقا صغيره، فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعاوننا عليها يا ربي. غنكمل هكايا ونغطي على الطاجين صافي، ونخليه كيطيب على عافيه مهيله حتى كيشرب مزيان. وهنايا ضفت هذاك القليل ديال القزبر ومعدنوس اللي خليته حتى الاخر، كيعجبني هكايا كيخلي واحد النسمه زوينه ومذاق رائع. غنخليه مازال حتى يشرب شويه وعاد غادي نقدمه ان شاء الله. صافي هنا خوتي خواتاتي خبيزات ديالي ها همايا، عاد عجنتهم باقين سخانين والطويجين كيف ما كتشوفوا جا زوين ولذيذ بزاف. لاصوص ديالو راه رائعه، غير جربوها وخليوها تكون معتمده عندكم، غتعجبكم وتعجب وليداتكم لان المكونات اللي فيها زوينه بزاف وكتجي لذيذه وكتنفعكم في بزاف ديال الحوايج. عندها عده استعمالات، البيتزا، لي بات، هكا طويجنات، كتجي رائعه ما نقولش لكم عليها. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيفه على قلوبكم، والى عجبكم بطبيعه الحال فضلا منكم وليس امرا بارطاجيو مع احبابكم ومع اصحابكم.
وكنرحب بالناس اللي انضموا للقناه جداد، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، والناس القدام بدار داركم والقناه قناتكم، وانا راه الاشاره ديالكم هنا خوتي خواتاتي. وصلت نهاية ديال الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم الى فيديو جديد، اقتراح جديد مع يوميات ام هبه وايوب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.